مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، حياكم الله وين ما كنتوا تتابعون هالمساء الجميل عبر شاشة قناة السعودية. من هنا من طائف الورد نحييكم في ثاني أسبوع من هالبرنامج الاستثنائي اللي يطل عليكم من موسم الطائف، هذا الموسم اللي ينثر الفرح والسعادة والورد على زوار الطائف. فين ما كنت فين ما رحت في الطائف تلقى فعالية تناسبك، وتأكيد راح تشدك بالكثير من الأنشطة فيها. اسمحوا لي في البداية راح أقدم هذه الساعة أنا وزميلتي سندس اللي أرحب فيها. مساء الخير يا سندس. مساءك سعادة أكيد، ومساء الورد من مصيف العرض من مصيف العرب تحديدا وأرض الورد، يعني أجمل مساء لعيونكم متابعينا وين ما كنتم موجودين معنا. ساعة كاملة راح نعيش تفاصيل جميلة، راح نحملكم تاريخ أدب ثقافة وعراقة، كل اللي عليكم قهوة وشاي وجلسة زي كذا وتعيشون معنا تفاصيل. هذا اللي في البيت عشان ما يزيد الوزن، لكن اللي موجودين معنا هنا في جادة عتاد خليهم يصورون ويتواصلون معنا من خلال واتساب على هذا الرقم 0531331772، يرسلون على الواتساب جمال يعني سواء كلمات أو مناظر عجبتهم أو مواقع أو قصص تاريخية أسرتهم هنا، سواء هنا أو في أي فعالية هم موجودين فيها داخل الطائف ممكن أنهم يصورون بكاميرا الجوال ويرسلونها لنا على رقم الواتساب. لكن اسمحوا لي أرحب بمن زارت الطائف لأول مرة. سندس تزور الطائف مشاهدينا لأول مرة رغم أنها زارت مناطق كثيرة صراحة في المملكة. أسرتني جدا، يعني ما شاء الله تنقلت واجد أنا، لكن الطائف هذه أول زيارة لها لي فيها. لا وما شاء الله من أول زيارة يعني عندك كم مغامرة كذا سويتيها في الهدى. خلي مغامرات شوي شيخ المتابعين المشاهدين شوي يستاذوا معنا بتفاجئينهم يعني. الله يعطيك العافية. طبعا مشاهدينا من الفعاليات والأنشطة الكثيرة في الطائف قرية الورد، هالفعالية الجميلة اللي موجودة في الشفا طبعا فعالية استثنائية بصراحة، ومعروف أن الطائف مشهورة بالورد والورد الطائفي يعني وموية الورد الطائفي ودهن العود أو دهن الورد الطائفي، هذا واحد من أهم الهدايا وأثمن الهدايا اللي ممكن أنه المشاهد أو الزائر للطائف يقتنيها ويعود فيها لبلده. هل القرية وهالفعالية فيها أيضا فعالية داخلها وهي فعالية الرسم، وداخل هالفعالية فيه لوحة استثنائية رسمت ببصمة الزوار وهي لوحة لسمو سيدي ولي العهد. الزميل عبد العزيز الغامدي زار هالفعالية وتحديدا هاللوحة وشارك في رسمها ونقل لنا التقرير التالي اللي يحكي تفاصيل هاللوحة. مشاركين هنا في مهرجان قرية ورد صار لنا الحين الأسبوع الثاني هذا تقريبا، خلال الأسبوعين تقريبا اشتغلنا على لوحة لسيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. فكرة اللوحة اشتغلناها ببصمات الناس بحيث أنه الناس يعبرون فيها عن حبهم ببصمة شكر لسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. فلو تلاحظ تقريبا احنا اشتغلنا عليها مدة 35 إلى 30 ساعة تقريبا بمعدل 4 ساعات في اليوم أو 3 ساعات. عدد البصمات تقريبا فوق 9000 بصمة
جميع فئات المجتمع شاركوا فيها، حتى المقيمين في الدولة هنا شاركوا معنا، ذوي أصحاب الهمم، ذوي الاحتياجات الخاصة. شكلنا اللوحة كاملة ببصمات الشعب، يعني ملامح الوجه، الخلفية، الشماغ، البشت، كلها ببصمات الناس. ربنا واحد ودربنا واحد، كلنا سلمان وكلنا محمد. ربنا واحد ودربنا واحد، كلنا سلمان وكلنا محمد. لك يا وطننا ورايتك مرفوعة عالي، والولا لك يا ملكنا نفتديك بكل غالي. فعلا تقرير جميل ومميز، ويعطيك العافية عبد العزيز. بما أننا حنا الحين راح نتكلم عن مملكة حبيبة وقريبة لنا، مملكة البحرين. تشارك مملكة البحرين في سوق عكاظ ضمن موسم الطائف، وذلك من خلال جناح توعوي أكيد تعكس الثقافة الموجودة في البحرين. وأيضا راح نتكلم عن كثير أشياء موجودة من عادات وتقاليد موجودة في البحرين. معنا الأستاذ راشد جلال وهو حرفي صناعي، يسعد مساك معنا. يا مرحبا ويا سهلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشرفنا بوجودنا معكم في هذا المهرجان لأول مرة. شرفتنا. عكاظ معروف انه ملتقى العرب، والطائف يعني مقصد ومصيف لكل العرب ان شاء الله دائما وابدا. اول شيء خلينا نتكلم، هذه زيارتك الاولى للطائف صحيح؟ على المستوى الشخصي يعني اوصف لي الانطباع اللي انت جاي فيه وكيف شفت الطائف. والله فعلا يعني الزياره الاولى للطائف، وطبعا اول ما قالوا ان احنا بنشارك لاول مره في سوق عكاظ سارعت باخذ بعض المعلومات من النت، لكن اللي شفته على الواقع يختلف تماما عن اللي تقراه. الحمد لله الطائف مدينة هادئة، مدينة جوها لطيف جدا، يعتبر يعني معكوس 180 درجة عن جونا في البحرين. اي بالذات يعني الايام هذه بالضبط، يعني في البحرين في اوغست الرطوبة والحرارة لا تطاق، وهني مصيف ما شاء الله تبارك الله، الله يديم ان شاء الله. جميل، يعني غيرتوا جو وانبسطتوا واستانستوا هالفتره الموجوده. بالضبط، نعم نعم الجو حلو. خلينا نتكلم عن التراث وثقافه البحرين، يعني هي اكيد عادات وتراث، تراث ما بيننا مشترك كثير يعني، لكن لو نتكلم تفصيل اكثر عن موضوع الصيد والحداد والبحر في البحرين. نعم، عندنا موروث متشعب في البحرين، والارث التاريخي في البحرين طبعا من 5000 سنه، من ايام جلجامش وايام تاريخ دلمون والحقبة التاريخية اللي مشينا فيها. وطبعا صيد السمك من المهن الأساسية في البحرين بالتجاوب مع صيد اللؤلؤ، لكن صيد السمك كان يعني يمكن نقول انه هو الرزق الوحيد اللي هو لكل سكان المجتمع البحرين. يعني نعم للمجتمع البحريني. انتوا في الطائف ما في صيد سمك هاي نوها؟ لا ما في طبعا. انتوا مصرين الله يسعدهم يعني وجهنا تحية. ايوه نوها الحربي ومحمد الوشع زملائنا شاركوا في تقديم هالبرنامج. بس انا ما قلت لك محمد، ترى من اول قلها عبد الله. ما تقصرين. الان الطائف ما فيها سمك زي ما قلنا، انتوا حاضرين بقريه تعرضون فيها طريقه صيد السمك والاساليب القديمه اللي استخدمتوها في صيد السمك، واللي هي من ابتكارات انسان البحرين. بالإضافة إلى صناعة السفن، كلمني عن محتويات هالقرية اللي أنتوا تشاركون فيها في 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 سوق عكاظ تحديداً. تقريباً إحنا مشاركين بما معدل 127 شخص من مملكة البحرين، اللي هم يمثلون تقريباً أغلب المهن الموجودة التراثية. عندنا من صناعة الحلوى وهي مشهورة عندنا بالبحرين، صناعة البهارات، وعندنا فن النقدة، وعندنا القزل او صناعه القراقير والاشياء اللي من سعف النخيل، وصناعه السفن النماذج اللي هي من صوبي انا، اللي هي نماذج من السفن الاصليه اللي كانت مشتهره بالبحرين في صيد اللؤلؤ وصيد السمك والسفر.
الآن هالأدوات اللي ذكرتها هذه زي اللي احنا شايفينها على الشاشة الآن، هذه صناعة محلية يعني كانت في الأول محلية؟ اي نعم، ما في شيء مستوى. أنا أصنعها من خشبة عادية وتم منحتها وركبها تركيب لين تطلع بالنموذج اللي هو النموذج الأصلي للسفينة اللي كانت موجودة في تاريخنا. يعني أنت قلت أنها صناعة حرفية قديمة، خليني أسألك عن شباب اليوم، هل عندهم الحرص؟ أنا ما شاء الله شايفة ما شاء الله معاكم شباب هنا قاعدين هم يشتغلوا بنفسهم، بس كيف هل في إقبال من قبل الشباب أنهم يتعلمون أشياء زي كذا حرفية؟ طبعاً، لأن عندنا في البحرين ما شاء الله إبداع في المهن التراثية والموروث الشعبي من كل الزوايا، من كل الموروث اللي كان نتعامل فيه مجتمعنا في الستينات والخمسينات والأربعينات، ما زالوا الشباب للحين يمتهنون ويورثون جيل بعد جيل. يعني عندنا صناعات كثيرة يمكن ما نتوقعها، ونشارك احنا في معارض كثيرة والحمد لله، يمكن تحت قطاع هيئة الثقافة في كل البلدان العربية والأجنبية، علشان ننشر موروثنا البحريني اللي طبعا البحرين معروفة تاريخ عميق جدا عبر التاريخ. صحيح. الآن هل هالسفينة احنا بنشوف النموذج سندس، ما ادري اول شيء هل كلها صناعة يدوية ولا فيه مكاين تدخل في صناعتها، وكم تأخذ منك يعني هالنموذج كم يأخذ منك صناعة؟ صناعة السفينة طبعاً الخشب بس اللي نستورده من برا، الخشب الوحيد نستورده من برا، لكن السفينة بتكون كلها من صناعة يدوية نحت كامل. هذه نحت؟ نحت كامل، يعني تشتغل عليها تنحت الخشبة وتتم يعني تركب عليها الأجزاء كاملة بالشراع بالحبال بكل شيء لين تطابق النموذج الأصلي اللي كان في موروثنا الشعبي. طيب هذا نموذج واحد، هي كلها نموذج واحد ولا في اكثر؟ لا، السفن عندنا عدة سفن، عندنا اللي في يدك هذه اللي هو الجالبوت، في عندنا اللي هو البانوش اللي هو مشهور بصيد اللؤلؤ، وفي عندنا البوم. حلو. وعندنا الشوعي وعندنا الهوري وعندنا البتيل وعندنا الحصاي، عندنا عدة انواع من السفن، وكل سفينه لها مهنه خاصه لها وظيفه. الشغل في هذه انا ما اقدر اشتغل فيها حبه واحده، دائما في الشهر أحاول أطلع لي تقريبا 5 إلى 6 نماذج في الشهر الواحد، أقدر أنتج لي 4 من 5 إلى 6 نماذج، ويعتمد على الحجم، إذا كانت أحجام صغيرة 5 نماذج، أما إذا كان الحجم كبير، لأن أنا بعد يعني أصنع سفن تقريبا لي حد متر، لكن إذا أشتغل على متر لا أشتغل عليها لوحدها يمكن أخذ لي فيه شهر ونص، بس إذا كان السفن بهذا الحجم اللي هو نسميه قدم واحد 14 إنش، لا 4-5 قطعة في الشهر. يعني على حسب الحجم يأخذ الوقت. طبعا. خلني أسألك عن موضوع مهم جدا، لو نتكلم عن الحداب والصيد، نسمع عن النهام ونسمع عن الرحلات البحرية الطويلة اللي يروحوا فيها، سواء كان رحلات سفر أو صيد لولو أو صيد سمك، كم كانت تستغرق الرحلات بالأول والحين؟ هي النهام طبعا طلع من موسم القوص، موسم القوص يأخذ له تقريبا 4 شهور في البحر سنويا، وكان العملية مرتبة من ذاك الزمن ليه قبل استخراج النفط عملية القوص، وكانت اليزوة 4 شهور كاملة ما في رجعة، لا هذا هي ماشية، يعني موسم كل سنة موسم، يمكن اليزوة اللي احنا نسميهم عدد البحار اللي موجودين على السفينة، هذا اللي بيكونون مثل فريق عمل واحد، القواص والتباب والنهام والنوخذة كلهم يعملون كفريق واحد، لكن 4 شهور انت في البحر يعتازون الى نوع من التسلية البسيطة يعني، فطلع عندنا احنا في الموروث مالنا اللي هو النهام، ومستمر حاليا ليه جيلنا حاليا موجود عندنا النهامين في البحرين. عبد الله في معلومة عن النهام، يقول النهام يوم تكونوا رايحين يعطيكم مواويل فيها غزل، وهم راجعين شوق لأهلهم يكونوا مشتاقين لأهلهم. نعم. ويوم يتصيدون في شيء اسمه الخطفة أو شيء زي كذا، الموال إنهم لقوا يعني سواء لولو أو سمك أو شيء زي كذا. صح صح صح، في موروث عندنا كامل، يعني النهام مثل اللي قلنا في دشتهم البحر اول ما يدشون الشوك حق الدشيه والشوك حق الرزق والشوك حق الله يرزقهم بالمحار واللولو، وفي يلستهم هناك بعد ما ياخذون فتره شويه من صيد القوس وصيد اللؤلؤ، لا يبتدي الشوق والحنين حق الديره، فتبتدي النهمات تتغير والاصوات تتغير. بس اكيد اذا كانت الغله يعني كثيره يكون اذا كان الخير موجود الوناسه والنعمه. طيب بتكون، بس اسمح لي بسؤال، وين كانوا يغوصون؟ يعني داخل منطقة الخليج ولا يطلعون برا بحر العرب والمناطق ذي؟ هي يعني كل دولة مطلة على الساحل لها مقاصات معينة محددة لها ما تتعداها. أيه. فالبحرين حددت لها عدة مقاصات والنوخذي عرفها واحدة واحدة، يعني اللي بتذكر منهم يسمونها هير
الهير اللي هو موقع مكان صيد اللؤلؤ. طيب. فعندنا هير شتية، هير باليعل، هذا اللي أتذكرهم. فيه هيرات وايد يعني حوالين جزيرة البحر. بجيك وبأخذها منك لأني بروح أغوص، يمكن طلع لولو. حياك حياك. يمكن طلع لولو. موجود للحين. شكرا لك. شباب. شكرا لك. الغاصي بينها عمق كثير إن شاء الله. بإذن الله نغطي أشياء كثيرة عن البحرين بإذن الله. شكرا لك أستاذ راشد جلال على. يا مرحبا بكم ويا أهلا. حياك الله في الطائف. ومشكورين على هذه الاستضافة. الله يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونرجع نواصل معكم موسم الطائف. لا تروحوا بعيد. على دبكة هالنشامة مشاهدينا الكرام نحييكم من جديد. طبعا سوق عكاظ هو ملتقى لكل العرب، وتميز الجناح الأردني في سوق عكاظ اللي يشارك لهالمرة بثقافته وفنونه بعروض ومشاركات في صناعة وأشكال من الحرف المتعددة. وللحديث أكثر مشاهدينا عن الفن الأردني يسرنا أن يكون معنا في هذه الدقائق الأستاذ تيسير حسني أحمد ظافر، وهو قائد فرقة وفنان في الفلور.
مساك الله بالخير استاذ. الله يسعد مساك وشكرا لكم على هالاستضافه الجميله. حيا الله النشامى معنا اليوم. يلا يحييك بوجودكم النورين. خلينا نتكلم بدايه عن تراث الاردن وثقافه الاردن. ست التراث الاردني غني، وكل بلد تعتز في تراثها، وهويه كل بلد هي تراثها. صحيح. فالتراث الاردني ينقسم الى قسمين، يعني تقدر تقولي هو التراث الباديه وتراث الريف، وبالاضافه مع التطورات الجديده صارت تقدر تقولي التراث الحضاري. التراث الباديه ما انت عارفه انه ايام ما كان بيت الشعر وهذا الرمز تاع البداوه والشهامه والمروءه، في سواء في بلاد الشام او في الجزيره العربيه كمان، كانت عاده المعروفة بداية الربابة الشبابي، أيام ما كان يطلع الراعي يسوق بالغنم تلاقي طنت على باله يصير يعزف على هالشبابة. بعدين تطورت، انتقلوا بتعرف يعني بتكون تواكب التطورات، انتقلوا من البادية إلى الريف إلى البيوت. جميل. ولكن جميل. بيت الشعر بظل رمز مرموزة. وبظل من أحد المعالم المهمة في كل تراث، وخاصة تراثنا الأردني. شكل كثير من أكيد. ثقافة وحاضر أكيد. الأردن. أكيد. نعم. يعني كان أيام زمان اللي بده يروح يغازل الواحد يودي لها قصيدة، يروح الشاعر طيب ويعطي القصيدة للشيخ تاعهم تا يجي الرد. بما أنك تتكلم عن القصائد، عندنا شاعر عربي اسمه لبيد بن ربيعة. نعم. موجود معنا على الهواء الآن. فعلا يعني زميلنا خالد الجبر متجسد في هذه الشخصية الجميلة. خالد يسعد مساك. أو لبيد بن نعم ربيعة. نعم مساء النور يا سندس وعبد الله، والحمد على السلامة، ونورت الطايف ما شاء الله تبارك الله، وأتمنى إن شاء الله يكون أسبوع مميز في وجودكم إن شاء الله. أكيد اليوم إحنا موجودين معك خالد، لكن في البداية يعني كلمني عن هالشخصية التاريخية العظيمة. هي شاعر، هو شاعر من أصحاب المعلقات. يعني عطني بيتين من قصائده يا خالد، ما أبغى أحرجك لكن عطني بيتين. لا تحرجني، أنا ما بعد حفظت معلقة طويلة ما شاء الله تبارك الله، ولكن لما نتكلم عن فطاحلة المعلقات أكيد واحد منهم أبو عقيل لبيد ابن ربيعة ما شاء الله تبارك الله عليه، اللي يعني كان جاهلي ثم لحق بالإسلام، ولد تقريبا صحيح. عام 560 وتوفى ب 661، وهو يعني وافد النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام ودخل الإسلام. نعم خالد، بعض المعلومات يعني الكلمة والصورة لك تفضل. يا عبد الله، ممتاز. مشاهدي الكرام اهلا وسهلا بكم من جديد هنا في جادة عكاظ. عندنا مجموعة من الناس اللي زايرة هذا السوق، بنشوف ونتعرف معهم كيف شافوا موسم الطائف، ونسألهم برضو عن لبيد ابن ربيعة. تعرف عليك؟ حسين العمودي. حسين ونعم. حسين كيف شفت موسم الطائف؟ والله حقيقي شفت يعني نقلة نوعية عن العام الماضي بشكل كبير جدا، يعني شعر، أدب، تراث، دول عربية مشاركة، أكلاتهم، تراثهم، صراحة شيء جدا رائع. ممتاز. اليوم ما شاء الله يعني بناتنا وعيالنا يستقبلوننا في هالمحفل وهالكرنفال العربي الكبير. نعم صحيح حقيقة، يعني كان استقبال جدا رائع، التنظيم جدا أروع ولا أروع منه، يعني كل شيء متوفر يعني بيسر وسهولة الحمد لله وشكر الله، وأنا أشكر القائمين على الأمر هذا يعني بشدة، يعني ان شاء الله يتكرر العوام القادمه ان شاء الله. طيب الشخصيه اللي انا جسدتها وش اسمها، وخذ لك تذكره مجانيه من موسم الطائف. والله حقيقي يعني الشخصيه قد تكون شاعر لكن ما يعني ما ايوه ايوه لبيد من ايش؟ والله لبيد بس ما اذكر الالباق يعني. لبيد بن ربيعه. خلاص هذه تذكره مقدمه من موسم الطائف تستاهل. تعال خلينا نتعرف عليك. شو اسمك؟ عمر حسين العمودي. عمر ونعم. عمر كيف شفت الموسم؟ صراحة متنوع بالثقافات، متنوع بالفعاليات، حقيقة كان موسم جدا رائع واتمنى تكراره للسنوات الجاية حقيقة. متى ولد لبيد ابن ربيعة؟ اللي قلتها قبل شوي المعلومة هنا. والله مو باين من الشكل حقيقة.
متى ولد؟ انا في معلومه قدمتها قبل شوي للمشاهدين. ما كنت حاضر صراحه والله ما عندي. ايوه ايوه الف كم. طيب تذكره مقدمه من موسم الطائف تستاهل. تفضل عمي. تعرف عليك؟ ناصر، ناصر الشريف. ونعم. باختصار كيف شفت موسم الطائف؟ احلى موسم، موسم جميع الثقافات وجميع النشاطات يعني الرياضيه. انت جايب العيال؟ نعم. كم عددهم؟ خمسه. هذه تذاكر مقدمه من موسم الطائف يستاهلون العيال. الله يخليك، يعطيك العافيه. طبعا مشاهدي الكرام هذا كل ما عندنا من بعض مرتادي سوق عكاظ. ان شاء الله باذن الله برجع لكم في مكان اخر ومعلومات ثانيه ان شاء الله. الصوت والصوره يا سندس وعبد الله. تفضل. يعطيك العافيه لبي، بصراحه ابدعت في الجوائز. خلينا نرجع لضيفنا واسالك سؤال اخير عن الامثال الشعبيه الموجوده في الأمثال الشعبية. طبعا كل موقف بيكون حاكمه زي ما بقولها، كل مقال مقام المقال. فكل مقال يعني مثلا بدك تروحي تتجوزي تخطبي لابنك أو لبنت، بتقولي تدور على الأم قبل البنت، يعني تشبه أمها. طبعا إذا كانت البنت الأم مدبرة للبيت فبتلاقي البنت خذها وانت مغمض. جميل جدا الأستاذ القدير والكريم حبيبي. تيسير حسني، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم وشاكر هذه الاستضافة الطيبة. الله يعطيك العافية. ونسأل الله نكون على مواعيد جديدة دائما تشرفونا في الطائف. شكرا لك وعلى هذا اللمن الطيب وشاكر لكم. يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونرجع. إذا رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما غذينا النظر والبصر في يعني سوق عكاظ تحديدا والجادة. لكل عطاء قيمة ولكل قيمة بصمة ووجود وحضور وأثر. أكيد هالشخصيات الجميلة الموجودة في عكاظ كانت خلفها إنسانة أو أشخاص نقول هم اللي جسدوا هذه الشخصية من خلال الميك أب أرتست. يسعدنا ويشرفنا تكون معنا ملاك عبد الله وهي ميك أب أرتست لشخصيات عكاظ. يسعد مساكي معنا. يسعد مساكي يا قلبي. يا هلا وسهلا ملاك. الله يعطيك العافية. الشغل للشخصيات التاريخية يمكن أصعب من الشغل للشخصيات المعاصرة. المعاصرة يمكن لها رسمة، لها
صورة نقدر نشتغل عليه نحاكيها، لكن شخصية معاصرة ما عندك إلا أنك تقرأي سيرته، من خلال سيرته تتخيلي شخصيته. بالضبط. صحيح؟ بالضبط. كلميني عن شخصيات سوق عكاظ، كيف بدأتي في تجسيدها؟ كيف بدأت؟ من بداية المسيرة كبداية يعني بدأت أول شخصية كانت تحدي معايا وابتديت فيها بشخصية طلال المداح رحمة الله عليه، وتمت هذه الشخصية الحمد لله بفضل الله. ودحين لما في سوق عكاظ بدأنا مع شخصيات علماء اللي كانت في موسم جدة طلال المداح. بالضبط. اللي كانت ضمن برنامج موسم جدة على قناة السعودية. أيوة. هي فقرة من فقرات البرنامج. صحيح. أي أنا اللي كنت مجسد الشخصية. أبدعت. ما شاء الله أبدعت. الله يعطيك ألف عافية، هذا من ذوقك حلو. فعلا الشخصية كانت قريبة. طيب والحين مشاركتك هنا من خلال كيف قدرت توصل الشخصيات ل... شوفي هو الواحد حقيقي. لما يحب شيء حيبدع فيه. مجرد ما انهم يطلبوا يعني مثلا سوي لي شخصيه فلانيه تلاقيني يعني ابحث ادرس زي هذه الاشياء، فهمت علي؟ او اقرا عنها، احاول اتخيل الشخصيه عشان اقدر اجسدها. بما ان ذكرنا طلال مداح الله يرحمه يعني صوت الارض، خلينا كمان نشكر ايضا المخرج بندر البقمي. يعني استاذ بندر البقمي. أيوة هو كان معي المخرج. أنا كنت عايش كواليس العمل على فكرة، وهي فكرة بندر يعني ما قصر. هي فكرة أستاذ بندر الله يعطيه. وقاتل على أنها تطلع بالصورة اللي كان يعني حريص أنها تطلع عليه، وكنتوا كلكم تيم يعني فريق عمل متكامل. مميز بصراحة. أكيد يد يعني واحدة عشان المشروع يطلع بصورة جميلة جدا. نشكر بندر ومسي عليه بالخير، أكيد يتابعنا اليوم، ونشكرك برضو ونشكر الفنان محمد اللي جسد الشخصية. نرجع لسوق عكاظ، كنا نقول إنه الشخصيات التاريخية ممكن فيها صعوبة أكثر من. فيها صعوبة. طيب من فين انطلقتي؟ من فين انطلقت؟ من ساحة علماء العرب، ماسكة فيها أربع شخصيات مجسدتهم، أبو كامل المصري، ابن الهيثم، البتاني، في شخ أو ابن النفيس. حلو. هذه كلهم شخصيات أنا اللي مجسدتهم هناك في ساحة علماء العرب. أو عندنا أحلى حاجة عندنا في ساحة علماء العرب إنه بياخذ الزائر الشخص يعني يرجعك الواقع من ناحية أداء الممثلين، يعطيهم ألف ألف عافية، من ناحية الأزياء، من ناحية وعندنا أشياء مرة جميلة. جميل. ما إنك ذكرت الشخصيات اللي أنتي أبرز الشخصيات اللي اشتغلتي، وكم أخذ منك من وقت عشان تجسدي هذه الشخصية على أرض الواقع؟ هو في البداية أخذت مني في الشخصية الواحدة كنت أخذ فيها من 20 دقيقة ل 25 دقيقة. ما شاء الله. هدف أول مع التمارس صار بياخذ معايا 15 دقيقة 16 دقيقة بالكثير. طيب وأحياناً أقل. يعني السنة الجاية 5 دقائق راح تأخذ منها إن شاء الله بإذن الله مع الممارسة. هو التحدي في الوقت ولا التحدي في تجسيد الشخصية؟ هو التحدي في تجسيد الشخصية. حلو. بس مع الممارسة الواحد بيقدر يوصل للشيء اللي هو يبيه. وجود سوق عكاظ ووجود هل يعني اعتبرها ورشة عمل لك إنك تمارسي هوايتك، تمارسي هالشيء اللي تحبينه بشكل يومي وبشكل مستمر، كيف صقل موهبتك؟ كيف صقل موهبتي؟ من ناحية إنه أعطاني خبرة، اكتسبت، أتعرفت على علاقات جميلة يعطيهم ألف عافية، وإيش كمان يا ربي، واكتسبت خبرة من ناحية إنه الممثلين فيما بعد لما يصادف أعمال معايا معاهم يكون أنا حافظة التشكيلة معاهم، هذا اللي أنا اكتسبت فيها الخبرة. هل يعني معلش يعني وتجربة جدا جميلة. أنا شايف نهى عفوا سندس. نهى ما شاء الله عليها أكتب سندس. اسمي هنا حتى مخرجنا محمد يناديك نهى عشان كذا انا متاهل. والله نهى صراحه قلتني نهى بس. طيب انا اعرف سندس واعرف كيف تفكر، اعرف يعني حدود شخصيتها، بنطلق في هالموضوع، لكن انت بتجيكي لو جابوا لك ممثل نحيف والشخصيه اللي جسدها شخصيه رجل ضخم في الجاهليه، كيف تلعبي على العب في كاركتر الملابس؟ يفرق معك 180 درجه من ناحية الميك اب، في عندك الكونتور، في اللي ينحف، واللي عندك اللون الابيض بيبرز الملامح يتخنها، وعندك البني بيخفي انه بينحف اكثر. طيب عندنا شخصية هنا جسدها احد الممثلين. عندنا شخصية اليوم من شخصية عكاظ يعني باذن الله حجسد فيه شخصية زير سالم. هذا الان يمثل شخصية زير سالم؟ لسه كمان حسوي فيه اضافات.
جميل. يعني الإضافات ممكن كمان ربع ساعة كذا يكون جاهز ولا؟ تقريبا أقل. لا أوصفي لي خطوط الشخصية العريضة في 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 الميك اب. أوصف الخطوط عندك من ناحية التجاعيد من هنا، من ناحية الكاركتر، الملابس. جميل، رح نرجع نتكلم أكثر عن هذه التفاصيل، لكن عندنا برضو شخصية جميلة، زميل خالد الجبر متواجد، شخصية لبيد بن ربيعة. نعم. الشاعر العربي اللي خالد معانا، يعني شاعر معاصر الآن. خالد مساء الخير يا خالد. نعم مساء النور يا عبد الله، هلا وسهلا يا سندس، حياك الله. وش عندك تحفنا؟ طيب متواصلين معكم من جادة عكاظ، هنا مع مجموعة من الشباب اللي موجودين في هذا السوق العريض، ملتقى العرب. ما زال لبيد يسأل الناس ويشوف الناس، أو شخصية لبيد تعرف عليك. معك محمد السبيعي. نعم محمد. محمد كيف شفت موسم الطائف؟ ناجح، كل المقاييس ناجح، بالأخص المهرجان عكاظ إبداع السنة هذه، فرق عن السنوات الماضية. ما شاء الله. أنت ولا أهل؟ أنا ولا أهل. نعم. يعني ما شاء الله شفتوا يعني كل الفعاليات تخص كل الأعمار. في تطور عن السنة الماضية وعن السنة اللي قبلها، في تطور. طيب. وأنا أشوف نجح السنة هذه في الطائف بالذات عكاظ. طيب هذه تذكرتين من موسم الطائف هدية لك، تطلع فيها أنت ويا العيال. تفضل معي. ما شاء الله تبارك الله، تعرف عليك. عارف معك الأمير. نعم عارف. عارف كيف شفت موسم الطائف؟ طبعا أكيد أكيد، موسم الطائف أحلى من المواسم الأولية وأجمل مواسم. طبعا يبغى لها زور الشعب كل، وطبعا في تغييرات سوق العكاظ عجيب خيال. طيب ما شاء الله أنت جاي أنت والأهل، وش شد أنت يعني شد انتباهك وحبيته في ملتقى العرب هنا؟ طبعا أكيد كل شيء، ككل كامل، يعني العكاظ متشرف على الكل ما شاء الله. شو اسم الملكة دي ما شاء الله؟ أميرة. الله يخلي لك أميرة إن شاء الله. أمين. الوالد أمير وهي أميرة. الله يخليهم لك إن شاء الله ويطول الوالد. هذه تذاكر من موسم الطائف الأميرة ولك. رحم الله والدينك، يعطيك العافية حبيب قلبي. طبعا مشاهدي الكرام ما شاء الله تبارك الله، يعني خلف الكاميرا في عدد كبير من الناس اللي موجودين في جادة عكاظ. سندس وعبد الله كملوا إبداعكم وكملوا ما تبقى من الحلقة. يلا يا محمد الخضران، الصوت والصورة. شكرا لك يا لبيد بن الربيعة، شكرا جزيلا خالد على هالأداء وعلى هالشخصيات اللي تجسدها دائم. نرجع مشاهدينا الكرام لضيفتنا الأستاذة ملاك عبد الله القنع، وهي ميك اب ارتست لشخصيات عكاظ. احنا نشكرك جدا ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله، ومن تطور لتطور بهالانامل ان شاء الله نشوفك في مواسم جايه وانت في افضل حال. شكرا لك باذن الله. وانا اشكركم على اللقاء الجميل، واشكر الاستاذة سندس، واشكرك. الله يسعدك. الله يعطيكم الف عافيه على هذا اللقاء الجميل. نطلع فاصل؟ اكيد نطلع من فاصل، لا تروحوا بعيد مشاهدينا، خليكم قريبين لا تبعدون.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد بعد ما توقفنا مع هالفاصل. طبعا مشاهدينا مدينة الطائف مدينة غنية بالكثير من الألحان وبالكثير من الفنون الجميلة اللي دائما ما نسمعها ونرددها، والكثير من الأغاني اللي انشهرت من هنا من الطائف، وكثير من الأسماء الفنية طلعت من الطائف. سندس، يعني لو رجعنا للتاريخ أسماء كثيرة مرت علينا على مسامعنا وأصوات جميلة كانت بدايتها في الطائف. صحيح، وكمان في شيء مهم جدا، اللغة الجميلة اللي يستقبلها كل إنسان هي لغة الفن الراقي، الصوت العذب، الإحساس، الموسيقى، هذه كلها من الأشياء الجمالية الواحد يحس فيها. ولا وما يمكن نقعد في الطائف إلا لازم يعني ليالي الطائف نحليها بالأصوات الجميلة وبالموروث الشعبي على مقامات المجرور وهالمقامات الجميلة. والموسم هذا تحديدا ما شاء الله مكتظ بكثير من المشاركات. صحيح. الفنانين والمطربين الموجودين فيه معهم فناننا اليوم أكيد طبعا معنا الفنان محمد عبد الباقي. يسعد مساك. يا هلا وسهلا، مساكم الله بالخير جميعا، وكل سنة أنتم طيبين وفرح إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. يا هلا وسهلا فيك. ما نبغى نحكي كثير، خلنا نسمع في البداية شيء. إيش تسمعنا على طول؟ يعني على طول، ما في أحلى من كذا. ما حاضرين. الله يسلمك. إحنا جايين لكم هذه شيء من ألحان الطائف اللي انشهرت، أو خلنا نقول من مقامات الطائف. من ألحان الطائف. طبعا أنا حغني للطائف وأهل الطائف. يلا سهلون حبايبي كلهم. جينا من الطائف والطائف رخى والساقية تسقي يا سما سما. جينا إلى الطائف والطائف رخى والساقية تسقي يا سما سما. خارج من المكتب بالساعة الداب والفرد أبو سنة ما رد السلام. جينا من الطائف والطائف رخى والساقية تسقي يا سما سما. خارج من المكتب بالساعة الداب والفرد أبو سنة ما رد السلام. ضبين من الطائف الحسن اكتمل تبارك الله يا هذا الجمال. ضبين من الطائف الحسن اكتمل تبارك الله يا هذا الجمال. جينا من الطائف والطائف رخ والساقية تسقي يا سما سما. والساقية تسقي يا سما سما. والساقية تسقي يا سما سما. الله عليك، يديك العافية حبيبي، يعطيك الصحة والعافية. الله يحييك. جميل، لو نتكلم عن مشاركتك في موسم الطائف هذه السنة، ايش الأشياء اللي لاحظت ان الناس يعني دائما تطلبها منك؟ والله ما شاء الله، يعني معظم الطلبات اللي بتيجي من الجمهور حقيقة، والله أنا بقول لك يعني من غير مجاملة، أغاني محمد عبده ما شاء الله تبارك الله، وفي بعض الأغاني لطلال الله يرحمه، وبعض أغاني عبد المجيد عبد الله. طيب، ساحة الفن والموسيقى في سوق عكاظ، ساحة الفن والموسيقى في سوق عكاظ وفرت لكم فرصة كموسيقيين أنكم تتواصلوا مباشرة مع الجمهور، تلاحظوا تفاعلهم، إقبالهم معكم، كيف كان؟ حقيقة ما قصروا، والله ما قصروا، المهرجان ما قصر بمواصلتنا للجمهور. حقيقة الجمهور يعني جمهور واعي الآن اللي موجود ما شاء الله، وفاهم كل شيء، وهنا ما شاء الله المسؤولين على والقائمين على المهرجان وإخراج المهرجان بصورة جميلة ما بيقصروا مع الكل. جميل. طب أنت كفنان إيش أضاف لك هذا الموسم مشاركتك فيه؟
والله أنا لي الشرف الكبير إني أنا بأشارك في مهرجان الطائف، لأن هذا جزء مني وبلادي في نفس الوقت. صحيح. بلدي. بما أنك تتكلم إنه المنظمين والجمهور ما قصروا، وأنت بعد ما بتقصر معنا ولا لا يا سندس؟ صح، لازم نسمع بعد. يا سلام. نسمع ليه لا؟ أبو محمد عبد الطلال عبد المجيد. على دوقي. لازم نسمع مع الجمهور. إحنا محضرين أغنية. بس يا ريت الايقاعات، والله ماني سامع عن الايقاعات، بعيده جدا. لا هي مسموعه. مظبوط، تفضل. ايش بتسمعنا؟ نسمع اغنيه. وسبحانه وقدروا عليك وخلوك تنسى احبابك، ولا بتسأل علينا خلاص قفل وجهنا بابك. وسبحانه وقدروا عليك وخلوك تنسى احبابك، ولا بتسأل علينا خلاص قفل وجهنا بابك. ولا عاد زلا وطلع بحق لكم لنا الله، ولا عاد زلا وطلع بحق لكم لنا الله. وسبحانه وقدروا عليك، وسبحانه وقدروا عليك. حظنا تعبان دمه من نسوي ما بيبان، يا عيني حظنا تعبان دمه من نسوي ما بيبان. ولو تحلف كثير ايمان ما راح اصدق الحلفان، ولو تحلف كثير ايمان ما راح اصدق الحلفان. نسيتنا واحنا في جدة ونسيت يا من الحلوة، نسيتنا واحنا في جدة ونسيت يا من الحلوة. ولا عاد زلا وطلع يحق لكم لنا الله، ولا عاد زلا وطلع يحق لكم لنا الله. وسبحانه وقدروا عليك، وسبحانه وقدروا عليك. وصرت كبار وصار ينقل لكم أشعار، وسبحانه وصرت كبار وصار ينقل لكم أشعار. ده بكرة تنجلي الأسرار وصبرك بالفلك دوار، وبكرة تنجلي الأفكار صبرك بالفلك دوار. نسيتنا وإحنا في الطائف، نسيتنا بالطائف. ومسحات زلا وطلع يحق لكم لنا الله، ولا عاد زلا وطلع يحق لكم لنا الله. وسبحانه وقدروا عليك، وسبحانه وقدروا عليك، وسبحانه وقدروا عليك وخلوك تنسى احبابك. ولا بتسأل علينا خلاص قفل وجهنا بابك، ولا عاد زلا وطلع يحق لكم لنا الله. وسبحانه وقدروا عليك، وسبحانه وقدروا عليك. الله وسبحانه وقدروا عليك. الله يسلمك. من اول ابغى اعدل اقول حنا في الطائف ترى. لا جابها جبتها كيف ما اقدر، اهل الطائف حبايبنا كلهم. اي والله الله يسلم. طيب خليني اتكلم اخر شيء، يعني كلمه اخيره في موضوع مشاركتك هنا في الطائف، وان شاء الله مشاركاتك الثانيه وطموحك. والله في يعني مشاركات، قصدي الثانيه محل. شاركت في جده في المدينه التاريخيه في وسط البلد. ايوه موسم جده. شاركت قبل 3 أسابيع
كان معنا الأستاذ محمد الوشع، وكان معنا برضو نهى الحربي، وقدمت مشاركة وشاركت أيضا في ليالي الصيف كان بيقدم الأستاذ سامي عنبر. بالضبط. كانت مشاركاتك بصراحة في موسم جدة كنت متابعها جميلة جدا. الله يخليك. إن شاء الله بإذن الله يتواصل هالعطاء ويتواصل هالتميز في مواسم ثانية من مواسم السعودية. احنا شاكرين جدا لوجودك معنا، شاكرين لكل ما تقدم لجمهورك في موسم الطائف. شكرا جزيلا. حقيقة انا اشكركم واشكر كل القائمين على المهرجان، كما اشكر الايقاعين حقيقة اللي جوا معايا، الاخ محمد الدوسري والاستاذ عبد الرحمن شرطه والاخ رمزي الفلمبان، حقيقة شاركونا وانا سعيد بوجودهم. انا ملاحظ انكم جايين من جدة، من مكة. من مكة لابسين شتوي، يعني ما يتحملون برد الطائف. لا هذا مو شتوي ترى، والله ولا بس لون كذا بس لون هي ستايل يعني مثلا. حبيبي شكرا لك الاستاذ. الله يعافيك محمد عبد الباقي، شكرا جزيلا لك. العفو يا حبيبي. إذا الساعة كانت جميلة، جمعتنا يعني مع فنانين ومع يعني تاريخين، كفاية أننا يعني تكلمنا عن كثير أشياء تعكس ثقافة يعني. لازال موسم الطائف مستمر بالكثير من الفعاليات، يعني الساعة الآن 11 لكن لازالت متواصلة هالفعاليات. صحيح. سواء هنا في سوق عكاظ أو في مناطق ثانية. وصلنا معكم لنهاية هذه الحلقة مشاهدينا، أنا وزميلتي سندس اللي إن شاء الله راح يكون لنا لقاء معكم بكرة في نفس الموعد وفي نفس المكان. نلقاكم على خير. أحلى وأحلى، الله على جو الطائف.